بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يفقهنا في دينه. وبعد، ففي هذه الأمسية المباركة نجيب على بعض التساؤلات التي طرحت علينا وكانت مكتوبة. فالسؤال الأول يقول: سؤالي لفضيلتكم عن حكم مال وجدته ولم يظهر صاحبه، فهل آكله؟ فما يجده الإنسان تسمى اللقطة أو اللقطة، واللقطة هو مال محترم شرعا، فواجده إما أن يكون أخذه حراما، وإما أن يكون مباحا، وإما أن يكون مكروها، وإما أن يكون واجبا. فالذي يجب عليه أن يأخذ اللقطة أو اللقطة، وهو إن علم من نفسه أنه أمين وأنه يرده متى ظهر صاحبه، وأنه باستطاعته أن يعرفه، فهذا واجب، لأنه إذا تركه سيضيع أو سيأخذه من لا يأتمن عليه أو من لا يأمنه أو سيخونه، فهذا واجب عليه أخذه إن خاف ضياعه. لكن إن أخذه فماذا عليه أن يفعل تجاهه؟ أولا أن يعرفه سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي جاءه يسأله قال: عرفها سنة، أي أن يعرف اللقطة سنة كاملة. ففي كل يوم مثلا ينادي ساعتين أو ثلاث ساعة في اليوم الأول، ثم في اليوم الثاني ساعة، في اليوم الثالث، في الأسبوع، في الشهر، وهكذا إلى أن يبلغ العام. فإن ظهر فيرد الأمانة، وإن لم يظهر فإما أن يتصدق بها، أي هذه اللقطة، على صاحبها، وإما أن يأكلها وأن يستفيد منها، لكن يكون ضامنا متى ظهر صاحبها، أي هذه اللقطة. إن كان المال المعتبر، أما إن كان شيئا قليلا كالقلم الذي يكتب به أو الأوراق أو شيء من هذا القبيل، فيستفيد منها في البداية ولا يعرف بها. والمكروه وهو إن نوى في نفسه أنه سيعرف بها يوم أو يومين أو كذا، ثم نوى أنه يستفيد منها، فهذا مكروه. ثم الحرام وهو الذي علم من نفسه أنه سيأكلها وسيستفيد منها بالبداية دون أن يعرفها، وكأنه سرقها، فيأخذها ويخفيها عن أعين الناس، بمعنى أنه لا يعرفها ولا يخبر أحدا بأنه وجد أمانة مالا أو وجد شيئا قد ضاع في المكان كذا وكذا، فهذا حرام عليه أن يأخذها. إذن هذا فيما يتعلق باللقطة في
كل مكان إلا مكة المكرمة فلا يحل أخذها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. السؤال الثاني: شخص يدعو على أخيه المسلم بأن يموت كافرا، فلا يجوز للمسلم أن يدعو على أخيه المسلم، لا يحل للمسلم أن يدعو على أخيه المسلم إلا إذا كان ظالما، بمعنى أنه يدعو على الظالم الذي اعتدى عليه وأخذ ماله أو فعل شيئا مما قد يؤذيه في نفسه أو ماله، فله الحق في أن يدعو عليه، لكن إن عفا فهو أفضل، إن عفا ودعا له بالهداية فهو أفضل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولمن استغفر لأخيه وكان من العافين عن الناس فهو أفضل، لكن إن دعا عليه فلا يعاقب، لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. أما الذي يدعو على أخيه بالكفر فبعض العلماء اعتبروا ذلك ردة إذا كان راضيا بذلك، راضيا بالكفر عليه والعياذ بالله، فلا يجوز المسلم الدعاء على أخيه يعني بالمعصية أو بالكفر، بل يدعو له بالهداية والتوفيق. السؤال الثالث: سمعت من يقول إن صوت المرأة عورة، فما قولكم في ذلك؟ صوت المرأة طبعا أرق من صوت الرجل، فبعض العلماء كالأحناف قالوا أن صوت المرأة عورة، فدليلهم في ذلك قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فذكروا أن صوت خلخال المرأة إن قصد أو إن قصدت المرأة به إسماع الرجال فهو منهي، فمن باب أولى صوت المرأة خصوصا إن قصدت ذلك. والدليل الثاني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التكبير للرجال والتصفيق للنساء. أما الشافعية وغيرهم فقالوا إن صوت المرأة ليس بعورة، إن صوت المرأة ليس بعورة، فذكروا وهذا دليل قوي أن الصحابيات نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحدثنا الرجال بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويروينا الأخبار، والصحابية كنا يحدثنا كذلك في الغزوات وفي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وفي سؤال الصحابة، ويحاورنا الرجال ولم يؤثر عنهم أنهم نهوا عن ذلك أو حرموا ذلك، ولذلك اعتبر أن صوت المرأة ليس بعورة شرط أن لا يكون فيه الخضوع لقول الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا، وإلا بعض الأمور التي لا ينبغي للمرأة القيام بها، كما أن يكره لها الأذان، ويعني الصوت أو قراءة القرآن أمام الرجال دون يعني ضرورة الداعية لذلك. إذن صوت المرأة ليس بعورة، الله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الآخر: هل يجوز أن أتزوج بزوجة عمي بعد وفاته وانقضاء عدتها؟ فزوجة العم ليست من المحرمات، بمعنى أنه يجوز للرجل أن يتزوج أرملة عمه بعد انقضاء عدتها ولم يكن هناك
مانع، لأن الله عز وجل لم يذكرها في حديث وذكر المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من صلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فإذن يجوز للإنسان أن يتزوج بزوجة عمه بعد وفاته وانقضاء عدتها، أو بعد طلاقها، بعد طلاقها، بخلاف زوجة الأب، فمجرد العقد عليها أو الدخول بها فتحرم على التأبيد تحريما تأبيديا، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.